أخبار اليوم. بص، هو العلاقات ما بين مصر والسعودية هي علاقات تاريخية، والاجتماع بتاع النهاردة هو اجتماع بيبين ان العلاقات المصرية السعودية ما هياش فقط علاقات سياسية، وهي علاقات سياسية جيدة جدا، لكن ايضا علاقات على مستوى الشعوب وعلى مستوى رجال الاعمال. النهاردة بيبين ان حتى العلاقة ما بين رجال اعمال مصريين ونزرائهم السعوديين علاقات فيها حميمية وفيها صداقة وفيها ود. طبعا المملكة العربية السعودية شريك اساسي معنا في التجارة وشريك اساسي في الاستثمار، وده امر مهم جدا، واحنا طول الوقت بالعلاقة بتتطور وبتتطور للأحسن. هو المستثمر بيهمه انه يكون في اقل قدر ممكن من التعقيدات، من البيروقراطية، من سهولة اداء العمل، وده يمكن اكبر حافز بياخده الاستثمار. والحكومة دلوقتي بتشتغل على ده بقوة شديدة جدا، واللقاء ده وغيره هي لقاءات بيبقى فيها التفاهم، علشان إن حدث أي نوع من الخلاف أو نوع من ظهور بعض العقبات أمام أصحاب الأعمال هنا أو هنا بيتم تزليلها، بيتم استقرائها والعمل على فكها. والله احنا زي ما بقول، احنا مثلا عندنا مع بنك التمويل السعودي عاملين فيه 14 صومعة جايين بالتمويل السعودي في بعض المناطق التجارية، بعض السلاسل التجارية اللي جاية من المملكة، يعني بيبقى فيه اهتمام كبير في مجالات مختلفة. ما انا بقول لحضرتك، هو احنا بنتكلم على 14 صومعة اللي موجودين بتمويل من بنك التمويل السعودي، عندنا المنطقة التجارية اللي حديثا بتتم. هو دورنا مش ان احنا نعد كم مشروع، دورنا ان احنا نيسر عملية الاعمال والتجارة والاستثمار، ويحصل نوع من التعاون ما بين الجانب المصري الخاص والجانب السعودي الخاص، وده الاهم.